طيب هنتكلم دلوقتي على السكند اوردر ترانزيت سيستم، اللي هو عبارة عن سيستم فيه اتنين ستورج element، وده ممكن اعبر عنه في الماثماتيكال equation عن طريق differential equation from the second order. اشهر السيستم الموجود عندنا في السكند اوردر ترانزيت سيستم هو عبارة عن RLC circuit، واشهرهم طبعا RLC series circuit، وفي برضو RLC parallel circuit، وده مشهور جدا في الفلترز سواء مستخدمة في كهرباء باور او في communication. ممكن السكند اوردر ترانزيت سيستم مكون من ذا تو التو ستورج اليمنت يكونوا ذا سيم، زي سيستم فيه اتنين كويل او اتنين كاباسيتورز. هنتكلم دلوقتي على السيستم اللي عاوزين نتكلم عليه في التجربه عندنا. عاوزين نتكلم على ار ال سي سيركت سيريز سيركت، وهنتكلم على الفري ريسبونس اللي عندنا. فالسيستم الاول زي ما انتم شايفين في الصوره، السبلاي عندي كان مغذي اللود، والسويتش عندي دوت كان مفتوح، فالسبلاي كان عمال يغذي اللود وكان عمال يشحن الكاباستور والكويل. في لحظه ما هفصل هشغل السويتش دوت، فلما السويتش دوت يشتغل هيكون السيستم ده عباره عن شو سيركت، فيبدا الكويل والكاباستور هيفرغوا في الدايره دي. انا عاوز اعمل اناليسيس دلوقتي للدايره اللي قدامنا دي، عاوز اشوف الريسبونس بتاع السيستم اللي عندي عامل ازاي. انا ممكن اشوف الريسبونس، فاول دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل ايكويشنز، فاول حاجه هعمل كي في ال، فالفولت على الريزيستنس اللي هو عباره عن اي ار اي ار زائد الفولتج على الكويل اللي هو عباره عن ال دي اي باي دي تي زائد الفولت على الكاباستور اللي هو عباره عن الفولت سي بيساوي زيرو. طب انا عندي دلوقتي الكويل ده عباره عن ستورج اليمنت وبيخزن كارنت اللي هو عباره عن الكارنت اللي ممكن اسميه اي، وعندي الكاباستور ده عباره عن ستورج اليمنت وبيخزن فولت عباره عن فولت سي. طيب فانا دلوقتي انا عشان اشتغل بالسيستم بتاعي هشتغل ب يا اما بالفولت يا اما بالكارنت، فانا هختار اشتغل بالفولت، فحول كل الكارنت الى فولت، فانا هقول الكارنت عندي اللي هو الكارنت اللي اسمه اي سي بيساوي سي دي في باي دي تي، فاجي ادخل الايكويشن دي جوه الايكويشن اللي فاتت، فاشيل كل كارنت واعبر عنها بسي دي في باي دي تي، يبقى دلوقتي السيستم عندي الار سي دي في باي دي تي زائد ال سي دي سكوير في باي دي تي زائد في سي بيساوي زيرو. زي ما انتم شايفين السيستم ده عباره عن سكند اوردر ترانزيت سيستم او ديفرنشال ايكويشن، عشان عندي هنا السيستم دوت من سكند اوردر. يهمني جدا اخلي السيستم دوت اللي هو دي سكوير في باي دي تي لوحده من غير اي حاجه جنبه، فانا هظبط اعمل ري ارينج الايكويشن اللي عندي، فاقسم السيستم دوت على ال سي، هيبقى دي سكوير في على دي تي بلس ار على ال دي في باي دي تي زائد في سي على ال سي، الكلام دوت بيساوي زيرو. انا عندي دلوقتي ديفرنشال ايكويشن سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن عاوز احلها، فهرجع زمان للماس عاوز احل الايكويشن دي، فعندي طرق كتيره جدا، من ضمنها كنت بعمل اشيل الفولت بتاع الكباستور دوت واعوض عنه بحاجه وابدا اعمل الديفرنشال ايكويشن. فانا من فيرست اوردر ترانزيت سيستم كنت عارف شكل الريسبونس عامه بيكون ايه، شكل الريسبونس عامه بيكون اكسبوتنشال فانكشن، فانا هقول خلاص هعمل اسامبشن ان الفولت بتاع الكباستور اللي عندي عباره عن كونستانت اسمه ايه اكسبوتنشال نيجاتيف اس في تي، يبقى كده انا عملت اسامبشن عندي الانسر في الاخر المفروض انا متوقع يكون بالمنظر دوت، بس انا ستيل ما اعرفش الاي دوت بكام وستيل ما اعرفش الاس دوت بكام، فانا عاوز ارجع اظبط المساله. طيب هنعمل ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ هعوض الفولت بتاع الكباستور دوت هشيله في الايكويشن دي كلها واعوض عنه بالكونستانت اللي اسمه ايه اكسبوتنشال نيجاتيف اس في تي، فيبقى دلوقتي ال A S سكوير اكسبوتنشال S T زائد R على L A S اكسبوتنشال S T زائد A على L C اكسبوتنشال S T، الكلام ده كله بيساوي الزيرو. هاخد ال A اكسبوتنشال S T كومون فاكتور، فيبقى A اكسبوتنشال S T مضروبة في S سكوير زائد R على L زائد 1 على L C، الكلام ده كله بيساوي زيرو. أنا عندي دلوقتي عشان الكلام ده يكون يساوي زيرو، يا إما ال A اكسبوتنشال S T يكون بيساوي زيرو، يا إما البورت التاني يكون بيساوي زيرو. لو انا خليت البورت دوت اللي هو اكس اي اكس بوتنشال اس تي بيساوي زيرو، يبقى الحل بتاعي غير منطقي، يبقى الفولت دايما بتاع الكباستور بيكون بيساوي زيرو، يبقى الكلام ده غير منطقي، يبقى اكيد الجزء الثاني اللي هو عباره عن اس سكوير بلس ار على ال بلس 1 على سي بيساوي زيرو. لو جيت احل الايكويشن دي عن طريق استخدام الحاجات اللي احنا عارفينها في حل الماثماتيكال ايكويشن، هيطلع الاس عندنا ليه حلين، فعندنا دلوقتي الاس 1 و2 بيساوي نيجاتيف ار على ال 2 بلس او ماينس ار سكوير على 4 ال سكوير
ناقص واحد على ال سي. فدلوقتي في السكند اوردر ترانزيت سيستم بقى عندي الفولت الكباسيتور دوت بقى ليه حلين، والحلين دوت يعتمدوا او ممكن نقسمهم بعد كده زي ما هنشوف عن طريق الفاليو اللي داخل الروت دوت. طيب لو كده بص دلوقتي اس 1 واس 2 عندي الاس دلوقتي عندي 2 سوليوشن، فانا عندي الفولت الكباسيتور عنده 2 سوليوشن، وسنس الفولت بتاع الكباسيتور دوت عباره عن او السيستم ده عباره عن لينير ايكويشن، فانا ممكن اجمع التو سوليوشن على بعض. فالفولت بتاع الكباسيتور هو عباره عن كونستانت اسمه اي 1 اكس بوتنشال اس 1 في التي، زائد كونستانت تاني اسمه اي 2 اكس بوتنشال اس 2 في التي. وزي ما قلنا بشمهندسين انا ممكن اقسم او الشكل الريسبونس اللي عندي ممكن اقسمه ديبند على الفاليو اوف اس اللي عندي، وممكن اقسمه عن طريق 3 كاتيجوريز. اول حاجه عندي لو ار سكوير على 4 ال سكوير اكبر من 1 على ال سي، الكلام ده بسميه اوفر دامبد، وفي الحاله دي هيكون الفاليو دوت ار سكوير على 4 ال سكوير ناقص 1 على ال سي القيمه دي بوزيتيف، فيكون الكلام دوت بوزيتيف فاليو. يبقى الاس 1 والاس 2 الاثنين عندهم كلهم ريال بارت ولكن مختلفين عن بعض. دلوقتي الفولت بتاع الكباسيتور هو عباره عن اي 1 اكس بوتنشال اس 1 في تي زائد 2 اكس بوتنشال اس 2 في تي. لو جيت ارسم شكل الايكويشن دي فهتلاقي الايكويشن عندنا عباره عن اكس بوتنشال فانكشن، فالسيستم عندي هيبدا من الانيشال فاليو اللي كانت عنده قبل ما افصل اشغل السويتش اللي عندي، ويبدا يقل اكس بوتنشالي لغايه ما يفرغ خالص عندي في السيستم اللي عندي. طيب الجزء الثاني اللي عندي لو ار سكوير على 4 ال سكوير بتساوي 1 على ال سي، ده بسميه كريتيكال دامبد. في الحاله دي الار سكوير على 4 ال سكوير ناقص 1 على ال سي بيساوي 0، يبقى الاس 1 والاس 2 بتساوي بعض بتساوي نيجاتيف ار على 2 ال. في الحاله دي الاسامبشن بتاعي ما كانش صح، اللي هو الاسامبشن بتاعي الفولت بتاع الكباسيتور عباره عن كونستنت اكس بوتنشال نيجاتيف اس في التي، فهعمل اسامبشن تاني واحل المساله من جديد، فيطلع عندي الفولت بتاع الكباستور هو عباره عن اي 1 في التايم زائد 2، الكلام ده كله هيتضرب في اكس بوتنشال نيجاتيف ار على 2 ال مضروب في التايم اللي اسمه تي. ونفس الكلام الشكل اللي عندي او شكل الريسبونس عندي هيكون عباره عن اكس بوتنشال فانكشن هيبدا يقل مع الوقت لغايه ما يكون بيساوي 0. اخر شكل عندنا اللي هو عباره عن حاجه اسمها اندر دامبت، وفي الحاله دي الار سكوير على 4 ال سكوير بتكون اصغر من 1 على ال سي. في الحاله دي هيكون الجزء دوت عباره عن نيجاتيف فاليو، لو روت تحت النيجاتيف هيديني الفاليو دي عباره عن ايماجينري فاليو. يبقى اس 1 واس 2 عندهم فاليوز مختلفين على بعض، والاثنين عندهم جزء ريال وجزء ايماجينري فاليو. هنلاقي الريال بارت اللي عندنا اللي في السيستم دوت بيعبر لي على شكل الاكسبوتنشال بارت اللي عندنا، وجزء الايماجينري دوت بيعبرني على الاوسيليشن اللي موجوده جوه السيستم اللي عندي. ولو جيت احول السيستم دوت احل السيستم فيطلع عندي الفولت بتاع الكباستور عباره عن اكس بوتنشال نيجاتيف ار على 2 ال في التي مضروب في كونستنت اسمه اي 1 كوزاين اوميجا تي في التي زائد كونستنت اسمه اي 2 ساين اوميجا تي في التي، والاوميجا تي دوت هو عباره عن الجزء اللي كان تحت الجذر اللي عندي. وهيكون شكل الريسبونس زي ما انتم شايفين عباره عن شكل اكس بوتنشال بيقل الفولت عندي اكس بوتنشال، ولكن بيحصل فيه حبه اوسيليشنز لغايه ما يوصل للستيدي ستيت كونديشن اللي عندي. طيب لو جينا نبص دلوقتي عاوزين لو شفنا شكل الفورس ريسبونس هتلاقي نفس الكلام بالظبط، والريسبونس عندي ممكن اقسمه لثلاث انواع برضو او ثلاثه كاتيجوريز، اوفر دامبد وكريتيكال واندر دامبد. المره دي السيستم فورس، فانا عاوز افورس السيستم بتاعي اللي هو يوصل لغايه فاليو معينه اللي هي الفاليو اللي اسمها الفولت بتاع السبلاي اللي عندي. لو اوفر دامبد فانا السيستم عندي بيعمل ريسبونس كانه اكس بوتنشال فانكشن ويبدا يزيد اكس بوتنشال لغايه ما يوصل للستيدي ستيت كونديشن، ولكن الاوفر دامبد بيكون بتاعه عندي او التايم كونستنت بتاعي بطيء نسبيا. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها كريتيكال دامبد، في الحاله دي كده كريتيكال دامبد بتكون شكلها قريب جدا من الاوفر دامبد ولكن بتكون اسرع، والكريتيكال دي تعتبر هي الفصل ما بين الاوفر دامبد سيكشن والاندر دامبد سيكشن. طيب لو كان السيستم عندي اندر دامبد فزي ما انتم شايفين هيكون السيستم فيه بعض الاوسيليشن هيطلع يزيد عندي، بيكون التاو عندي سريع او التايم كونستنت عندي سريع بيكون اسرع ريسبونس فيهم، ولكن بيحصل عندي حبه اوسيليشن جوه السيستم اللي عندي لغايه ما السيستم يحصل له ستيدي ستيت كونديشن. طيب الفكره كلها لازم اعرف الحاجات دي ليه، عشان وانا بعمل ديزاين للسيستم بتاعي ممكن لو كان السيستم كان شغال جوه الاندر دامبد هتلاقي الفولت بتاع الكباستور دوت مثلا سي هيزيد عن ليفل معين، فلازم اخد في اعتباري
الكلام دوت وانا بعمل ديزاين مثلا سي للانسليتور، او لو كان الكرنت بعمل ديزاين مثلا للسيستم المفروض يستحمل كرنت قد ايه. نفس الكلام وانا ممكن اعمل السيستم ده يكون عاوز اعمل له كنترول، فانا عاوز اتحكم في شكل الريسبونس اللي عندي عامل ازاي بالظبط. عشان الترانزنت كونديشن دوت مهم جدا ليه، سواء لطلبة كهرباء باور او اي واحد عاوز يشتغل في كوميونيكيشن مثلا.